Let's start دلوقتي. احنا this was our program and we are now here. وصلنا للcomplexity and chaos. In the last lecture we talked about how in fact our societies are incredibly complex. العالم احنا عايشين فيه is chaotic. These are scientific terms. فاللكتشر دي is about complexity and chaos. و to understand them they are scientific terms. انا ما بتكلمش بالكلام البلدي chaotic. حتى الترجمه العربيه بتاعت الفوضويه. الفوضى يعني لا نظريه الفوضى بس لا فوضى اصل الانتباه. ما هو اصل المشكله في الترجمه العربيه العينه العشوائيه والفوضى والعشوائيه يعني مش عارف مش مديه it doesn't project the scientific rigor اللي ورا الحاجه دي. حاجه عشوائيه وحاجه فوضويه وحاجه فايه what is meant by that. Complex societies اولا اللي احنا ملاحظينه ان مش بس العلاقات طبعا كلنا فاهمين العلاقات are very complex في المجتمعات وان المجتمعات have become complex. Complex societies do have extreme transformations. يعني بنشوف بيحصل confrontations ما بين populations. شفنا مثلا ازاي المانيا تحولت الى المانيا النازيه في فتره ما. فالسوشيال فينومينا نوت اونلي ار كومبلكس بالمفهوم العلمي والمفهوم العلمي از يوجوالي انفولفنج انه الريليشن شيب هنشوف دلوقتي هنقدر نتعامل معاها ازاي. انما it is also chaotic. Chaotic يعني very difficult to predict. وابسط مثل اديه لكم على الكيوتيك واتس فيري ايزي تو ريمبر لان كلنا عايشين معاه هو predicting the weather. I can predict general cycles. اقول لك ان الشتاء هيبقى colder عن الصيف. اقدر اقول لك الشورت تيرم بريدكشن زي ان مثلا النهارده بعد الظهر او بكره هيبقى شكله ايه ساعات لغايه اسبوع. I can predict لغايه اسبوع هيبقى في رينز ما فيش رينز من الموفمنت بتاع الفرنس وبتاع. انما nobody today can tell someone يوم 23 نوفمبر هيبقى مطر ولا مش مطر ولا هيبقى حر ولا colder than usual. ليه؟ لان the system is chaotic. Chaotic يعني it's not easy to predict وهنشوف ليه دلوقتي. ف هبتدي باكزامبل جاي من قضيه ثانيه اللي هي جايه من الايكولوجي. سيستم ايكولوجي طبعا برضو سيستم ايكولوجي از فيري كومبلكس واوسو كيوتيك. فبدات الحكايه بأوبزرفيشن. أوبزرفيشن من انجلترا. عندنا طقم هنا كله دكتور سامح ودكتور في العصفوره دي بيسموها الجراوس. الجراوس دول موجودين في المارشز بتاعت انجلترا وكانوا بيلاحظوا ان البوبوليشن بتاعتهم فلكتويتس سنه بعد سنه بيبقى في فلكتويشن في البوبوليشن. ليه في فلكتويشن في البوبوليشن؟ فلقوا سترينج باترنز يعني مش قادرين يشرحوها بسهوله. وبعدين كذلك كان في ستاديز في اليابان وغيرها على الجولد فيش بوبوليشنز في كونفايند بوند بتكبر ازاي وبتوصل لايه؟ وهل ساتوريتس ات سيرتن بوينت وتقف ولا لا. طبعا دول كلهم ار تكنيكال بروبلمز اوف كلاسيك بروبلم وات وي كول كارينج كاباسيتي كويشنز. يعني احنا بنشوف ايكو سيستم ده الكارينج كاباسيتي بتاعته ايه قبل ما يحصل له انهيار بوبوليشن اكسس بوبوليشن فتره معينه. توماس مالتس من الشخصيات الكبيره في السوشيال ساينسز رغم ان انا رايي فيه ان هو ما يستحقش انما خلاص اصبح دلوقتي مالتوزيان ده از سنترال. توماس مالتس كتب في نهاية القرن الثامن عشر a very famous paper قال فيه إن الـ population growth is going exponentially والـ production بتاعت الأكل is going linearly. فبعد شوية الـ population growth هيخبط في الـ available food وهيحصل famine وحاجات من دي فالـ population will crash وهتفضل تخبط كده في الخط ده فالناس كل المستقبل كله مجاعات وحاجه زي الزفت وبتاع. انا طبعا الموديل بتاعي اللي انا بقدره مش بس ادم سميث كل دول كونتمبريز على فكره يعني
انما واحد فرنساوي اسمه كوندورسي، كوندورسي قال لهم انه لا، الانجينيوتي والتكنولوجي هتزود الاكل بالنسبه للناس ومش هيحصل مجاعات، او لو حصلت مجاعات هتبقى استثنائيه. فهي كاونتر المالتوزيان فيو ويز ذا تكنولوجيكال فيو. طبعا احنا عايشين في عالم بتاع كوندورسي مش العالم بتاع مالتوس. But مالتوس remains very powerful. كل سنه يطلع لنا حد ثاني يقول لك مالتوس قال وده اللي هيحصل بقى السنه الجايه، ده اللي هيحصل بعد 10 سنين، هيحصل بعد 5 سنين. فالبريدكشن بتاعته كانت كده، وان في كارينج كاباسيتي ارجيومنت ذات باوندز الحكايه. فقلنا طيب ما نشوف بقى حكايه الجراوس اللي في انجلترا دهيا والجولد فيش اللي في اليابان دول. طب ما ده بقى يعني اتس ا جود اكسبيرمنت تو انالايز، من غير ما نستنى مجاعات البني ادمين وبتاع نقدر نشوف كده بيحصل لهم ايه في البوبيليشنز بتاعتهم ولا ايه اللي بيحصل. فده المالتوزيان بوبيليشن جروث اوفر تايم، ذات واز ذا اسامبشن بتاعته. الموديل بتاع مالتوس كان بي ديسكرايب باي وات وي كول ذا مالتوس ماب. بنقول انه الاكتشوال بوبيليشن اللي موجوده next year هتبقى الانيشال بوبيليشن مضروبه في اي بارامتر على حسب الجروث ريت هيبقى ايه وموجود بشكل ده. فلو عملت بريدكشن اوفر تايم هقدر اقول ان البوبيليشن next final population، وده البوبيليشن ستارتس من هنا، هيبقى المالتوزيان كيرف يحصل كده ان ما كانش حاجه ثانيه، انما هيبقى ستابيلايزد على اي ماكسيمم كارينج كاباسيتي بوبيليشن. وبعدين ناس تانية قالت لا الكيرف هيبقى كده. Whichever one interpretation of Malthus could be one or the other. انما this is the Malthusian map بتاع هيحصل ايه في population. Actually this is not what we observe. The observation is fascinating. واللي ظبطها شخصية لذيذة قوي، ومرة عايز اعزمه عندنا صاحبي قوي اسمه بوب ماي. شخص من عبقريات الفذة الغريبة، بس هو عصبي جدا يعني. باب استرالي الاصل، وهي ستارتد از ا نوكليير فيزيست، وعمل شغل جامد قوي، بيكيم فيري فيمس از ا نوكليير فيزيست. وبعدين ساب النوكليير فيزيكس وساب استراليا وهاجر امريكا، وفي امريكا هي بيكيم ا سبيشالست ان بوبوليشن داينامكس. ده من الشغل اللي عمله اثناء امريكا، هو اللوجيستيك ماب ده. وبعد كده بعد ما اشتهر جدا في البوبوليشن داينامكس ساب امريكا وساب البوبوليشن داينامكس وراح انجلترا، و هي بيكيم زولوجيست، و هي بيكيم فيري فيمس از زولوجيست برضه، اند هي واز الكتد بريزدنت اوف ذا رويال سوسايتي في انجلترا، وبيكيم سير روبرت ماي. وبعدين لما وين هي بيكيم سير قلت له well do I call you sir Bob or I call you Adele? For you Bob is good enough. قلت له طيب Bob is okay. ودلوقتي اصبح لورد ماي اوف اوكسفورد. ف يعني عشان ما حدش يقول له ايه شهاده التخرج الاصلي بتاعتك يعني. عمل ثلاثه كاريرز ان ساينس ما شاء الله، كل واحده نعم عمل ايه؟ لا هو عصبي جدا. و يعني مثلا اقول لك حاجه عصبي جدا ليه؟ دعاه يعني لا ويتخانق مع الناس ويتخانق مع دبان وشه في اي حاجه. يعني مثلا جات له دعوه من البونتيفيكال اكاديمي في الفاتيكان انه يجي يحضر مؤتمر. انا كنت المفروض احضر نفس المؤتمر يعني وقتها، من كام سنه الحكايه دي. طيب هو ما يحبش الكنيسه الكاثوليكيه. اوكي سينو متاسف اي ونت كم. بعد جواب اربع صفحات للبابا يقول له انتوا حكمتوا جاليليو وعملتوا فيه مش عارف ايه، وانتوا ازاي يا سيدي ليه؟ ازاي يعملوا بونتيفيكال اكاديمي دلوقتي وعايزين دول؟ قلت له طب هم على كل حال ما هم سامحوا جاليليو خلاص، اعترفوا انهم اخطاوا. قال لي توك ذا 400 ييرز. قلت له طب ما خلاص بيتر ليت ذان نيفر. هو عصبي جدا من طريق بهذا المعنى يعني. هو على فكره برضه اللي بالشكل ده الى حد كبير جيم واتسون بتاع الدي ان اي. اني واي عمل الماب دي وقال ان في بارامتر هنا اهو، عشان وي ار ديلينج وذ ا كيوتيك سيستم، في بارامتر اسمه ايه. فالنكست بوبيليشن هيبقى الانيشال ريليتد تو 1 ماينس
الانيشال مضروبه في ان اي وذيس از وات وي كول ذا لوجيستيك ماب. ايه بقى اللي حصل؟ على حسب اي وي فاوند فيري اكيوريت اور انكيوريت بريدكشنز بالنسبه للجراوس بوبيوليشن. فتلاقي if you choose A وهتشوف هتبان ليه الارقام دي اللي بنختارها 2.99 وجدنا ان اللي بيحصل is this population stabilizes at about 63% of the calculated maximum carrying capacity. Why nobody knows? These are we know now the equation دي بتطلع الريزلت ده والريزلت ده is observed in some phenomena. تانية if A equals 3.4 actually it looks like that. ده كان الجراوس في البوبوليشن والتانية كانت كلوسر للجولد فيش. ما علينا يعني بيحصل زبزبة كده في البوبوليشن من سنة لسنة. Which is again very strange يعني. لما that's observed. وإذا A عدت كبرت بيحصل بقى total chaos. You cannot predict anything. سنوات كراشز وسنوات تطلع فوق وتوصل الماكسيموم وتنزل تاني وتتذبذب ما بينهم كذا سنة. يعني في فترات كده بتتذبذب وفترة بتطلع وتنزل وحاجات بتطلع ما توصلش لغاية التوب وبتوصل التوب وتنزل تاني حاجات كده مش مفهومة. فاكشولي الباترن ده is a form of dealing with complexity theory, a form of fractals. هنشوف دلوقتي الاوبزرفيشن ماشية ان السولوشن بتبقى شكلها كده وبعدين it's a bifurcating solution وبعدين bifurcates more وبعدين bifurcates a lot more. Now actually ادي التلاتة A's اللي اخترتهم عشان اعرف this is a continuous function. ال A الاولانية there is a single solution اللي can stabilize that 0.63 تقريبا 63% وبعدين you start having two solutions. دي الذبذبة اللي بتحصل هذه الذبذبة اللي بتحصل ما بين it bounces between these two solutions وبعدين two solutions become four solutions eight solutions وبتاع وبعد كده يبقى في so many different solutions you cannot predict where you are anymore. الباترن دي عرفناها برضو من الفراكتال جيومتري الفراكتال ماتيماتكس. It looks like that. This is a computer simulation of the solution space اتعمل وهو زي ما انتم شايفين تقدروا تعرفوا السنجل وبعدين الدبل وبعدين الدبل بيتوزع والوزع وزع وزع لغايه ما يبقى فيري لارج يعني اهو بس اتشد لتحت كده شويه زي ما انتم شايفين في التو دايجرامز دول. فديس از ا نيو كايند اوف ماثيماتكس بس ات ديد ريسبوند تو ا بروبلم ودي بقى من الكمبيوتر سيميليشنز اوف بوسيبيليتي سبيسز وبتاع. ف But from that, can we get glimpses of the future on how to deal with problems of complexity and chaos? ففي problems ناس تانية بقى in parallel كانت بتشتغل على حاجات تانية خالص من بداية القرن اللي فات. Mathematicians كانوا بيشتغلوا على حاجات بيسموها المونستر جرافس والجيوغرافرز وغيرهم وفي انجلترا بالذات اشتغلوا في الحكاية دي. كان في حاجات طريفة جدا. حكاية the growing coastline. لو اقول what is the coastline of Britain? Well it depends the scale that you work at. كل ما السكيل جروس هيبقى رقم، كل ما هتزود تفصيله للسكيل، كل لما تجمع الحتت دي هيطول. Actually the coastline keeps growing and growing and growing and growing and growing almost infinitely. Even though the area that it bounds is finite. وده is a strange phenomenon. يعني الفينومين ده نقدر نبينه ازاي؟ فلنفترض ان ده واحد اسمه كارل عمل الحاجات دي. لو انا عندي a line كده اهو وهاخد التلت الوسطاني ده واروح عامله زي مثلث ايكوال. وبعدين اجي على ده واروح برضه كسره وعامله مثلث ايكوال وده اروح واخد التلت الوسطاني وكسره مثلث ايكوال وهكذا. هقعد اعمل كده واعمل كده واعمل كده. I add more and more and more and more and more detail. You can actually do it to infinity. Zoom in, you still have
حتة قد كده تروح عامل فيها مثلث زيادة. Zoom in more تعمل كده. طيب ده leads to a very strange phenomenon وهو انك انت you can have almost an infinite line بس فيها fixed boundary. Actually it is a good simulation to deal with مثلا ال coastline. لان لما بعمل zooming in the coastline بجد ان الخريطة كل ما بزود السكيل بتاعها كل ما هلاقي تضاريس وتفاصيل وبتاع في الكوست لاين بتزيد. بس انا عارف عامه الاريا بتاعت انجلترا قد ايه. فبالتالي الاريا بتاعت انجلترا مش بتتسع. هو الكوست لاين بيطول من غير ما الاريا تتسع. وذيس از ان انترستنج فينومينون ويتش لوكس لايك ان انومالي بس ات از نوت ات از اكسبلين باي ذيز ماثيماتكس. هاو كان ا فاينايت كلوزد لوب تيرن اوت تو هاف ان انفينيت اماونت اوف ديتيل. Well, it just is. ده واحد اسمه جوليا. جوليا ده كان French mathematician. كان طارق مناخيره. كان عنده artificial nose. Because he's not the only one for science. بالنسبة للأسترونومرز. تيكو براي. كان عنده برضو artificial nose. كان طارق مناخيره. كان عنده artificial nose. كان عندهم artificial noses. فعمل جوليا sets. واحد اسمه سيربيسكي. عمل السيربيسكي triangle. ان هو نفس الترينجل ده يزود التفاصيل اللي فيه up to infinity. You can keep going كده to infinity. فقالوا طيب ده هيساعدنا في ايه ده؟ فقالوا طيب احنا عندنا very difficult phenomena. Let's see if we can do something about them. Parallel ليهم in 1964 I think it was واحد اسمه لورنس عمل paper قلبت الدنيا وليها اسم ظريف قوي. اسمها Can the flutter of a butterfly's wings in Rio cause a hurricane in Texas? That's a nice name for a paper. مختلف تماما عن الجارجون بتاع السبيشاليست. اختار اسم ولذلك بعديها باكثر من 50 سنه احنا لسه بنفتكر ال 50 سنه البيبر بتاعته. الحكايه دي جايه من ايه؟ ان هو كان بيعمل predictions بكمبيوتر مودلز وبعدين عمل ريسيتنج ومره واحده لقى الريزلتس مختلفه خالص على اللي كانت عليه. بص في الريزلتس بتاعته لقى ان الريزلتس الانبوت داتا از ذا سيم. هي لوكت فيري هارد ات ذا انبوت داتا فوجد ان الفرق ما بين التو رانز اللي عملهم في الكمبيوتر انه عمل ترانكيشن يعني وقف الديسيمال بوينتس بعد 8 ديسيمال بوينتس. In one case والثانيه كانت مفتوحه. يعني لما يشيل الديسيمال بوينتس بعد التاسع والعاشر وال11 وال12 بيعملوا completely different results. And that is the beginning or one of the fundamental definitions of a chaotic system. Chaotic system looks like this. With that predictions بتاعت لورنس يعني. ان هنا minute changes in the initial conditions would result in big differences in the predictions. يعني ممكن تلاقي نفسك هنا predicting this والاكتوال يطلع هنا وهنا predicting that يطلع هنا. فروقات قد ايه جايه من almost minute differences في الاول. This is part of the reason why we have this enormous difficulty to predict the weather. لأن يعني هنا بعد شهر هتلاقي نفسك في حاجات زي كده مهما كنت دقيق في اللي انت بتشتغل بيه في الأول. ف anyway الماثيماتكس بتاعت لورنس طلعت حاجة اسمها لورنس اتراكتر عشان it's a new form of mathematics وده بيطلع وهنشوفه في حاجات كتير هتطلع تاني وحاجات كتير قوي. الكويشنز بتاعته سهلة قوي انما كل الفراكتلز دي are recursive measures. يعني هو تعمل كده equation صغيرة وتحطها وتقول الكمبيوتر اشتغل بيها فلما بيشتغل بيها بيطلع حاجات مختلفة خالص. ف this is a three dimensional formulation بتاعتها وده ال attractor equations بيطلع اشكال manifolds مختلفة خالص. طيب نرجع تاني بقى للكومبلكسيتي والكيوس بقى. فال emerging science دي was enormously effective for certain natural phenomena and ecological studies.
بدأنا ان احنا نقول كده. السؤال بقى هل ممكن نطبقها على السوشيال ساينسز ولا لا؟ ما هو اذا كان الايكولوجيكال سيستمز ار كومبلكس سو ار سوشيال سيستمز، اذا كان البيولوجيكال سيستمز ار كومبلكس سو ار سيستمز، اذا كان ناتشرال فينومينا ار كومبلكس سو ار سوشيال فينومينا. يعني طبعا بكلم سوشيال بوليتيكال ايكونوميك كالتشرال، يعني ما بتكلمش سوشيال بمعنى سوشيولوجي يعني. فا اي ثينك ذيس كونسبتس ستيل هولد انورمس بروميس بس ذي هاف نوت بين ادكوتلي يوزد في التولز دي. وما نستغربش ان الماثيماتكس، عشان برضو نرجع تاني زي ما كنا في فورميليشن كالكوليشن انتربريتيشن ونرجع تاني للفورميليشن، at some point many of the big turns in history احتاجوا لنيو ماثيماتكس. ف نيوتن عمل لنا الكالكولس، he needed the calculus عشان يعمل الباث اوف ذا ستارز اللي حسبه في السلاسل ميكانكس. اينشتاين يوز تنسور اناليسيس ونون نيوكليديان جيومتري عشان الحاجات اللي عملها وهكذا. والكوانتم فيزيكس احتاجت a whole area of probability فيزيكس ما كانتش مفهومه قبل كده. ف maybe we need a new mathematics to deal with our very complex and chaotic world النهارده، لانه we know انها it is not as simple as a spring كده بشد عليه واسيبه. لا، التفاعلات، لو السبرينج ده جزء من التفاعلات المجتمعيه هيبقى much more complex عن السبرينج والوزن بتاعه اللي طبقت second law of Newton وبتاعه الكلام ده كله. فا اوكي، الاناليتيكال تولز فور ريسيرش بقى they were fine to describe objects that we were creating ourselves. والدليل على كده مثلا our geometry was fine for architecture and engineering. و actually engineering in the broad sense of most technology و buildings, high buildings، كل حاجه انتوا عايزينها ممكن نعملها. Very complex. المقرنصات على فكره من اجمل ال 3 dimensional geometries اللي موجوده في العالم. والبنروز ستايلنج اللي سير روجر بنروز نشر عليه بحث قريب، ناس وريته انه كان موجود في الشغل بتاع المسلمين، علماء المسلمين في القرون الوسطى في سمرقند وبخارى كانوا بيعملوا حاجات. فالجيومتري فور اركتكشر اند انجينيرنج از فاين، فيري كومبلكس جيومتريز كان بي فاوند. انما نو ماتر هاو كومبلكس ذيز ار، وين يو جيت تو ناتشرال فينومينا يو كانت يوز اني اوف ذيز. A new geometry is needed. لأن الجيومتري cannot even explain a flower. Much less the pattern of flowering of a tree. Single tree. ف we need ال growth pattern اللي بيحصل في الورد. الورق بتاع الشجر بتعمل ازاي؟ ال corals. ال animals اللي موجودة في الطبيعة. النوتيلس. لغايه ما جالنا واحد اسمه بنوا ماندلبروت، مات قريب. بنوا ماندلبروت كان عالم بيشتغل في اي بي ام وماتيماتيشن، واكشلي هيز نيفيو اوف جوليا اللي ما كانش عنده المناخير اللي كان بيعمل الجوليا ساتس دي. وقال لنا look at how the forms were shaped not at what they look like in the end. فانا اذا بصيت للنوتيلس ده هلاقي ان انا ممكن اعمل رسمه تضاهي تماما ازاي السبايرل ده اتعمل. يمكن صعب ان اشوف شكل البتاع ده كده على بعضه واطلع، لا اقدر اطلع حاجات بالشكل ده ابتدي ابص فيها. فده بنوع ماندلبروت في الثمانينات كتب ده وطلع كتاب اسمه The Fractal Geometry of Nature which became an important bestseller. وبعدين لقينا ان الفينومينا دي بقى applies to a lot of things، فيها self similarity زي ال structure of waves. يعني هنا الويف الكبيره دي فيها little waves كده، والليتل waves دي كل واحده منها زي الويف الكبيره والجيومتري بتاعتها is the same. Cloud formations. Our old fashioned geometry cannot cope with cloud formations. In fact I love this picture. Our geometry can build the pyramids but cannot describe the clouds. Cloud formations are very complex and they require fractal geometry, not conventional geometry to explain them. كان الكمبيوتر
specialists بيتعبوا قوي انهم يحاولوا يعملوا simulations للجبال. بس with fractal geometry they are able to produce it. This is a computer simulation of a mountain. Real thing, simulation, but using fractal geometry. فبنوع ماندلبروت بعد كده قال لنا مش بس to nature, انما let's apply it to our societies. And he tried, بس ما زي ما قلت لكم هو مات من كام سنة كده, انه يبص على الفينومينا اللي موجودة. في الماركتس طلع كتاب على الستوك ماركتس والحاجات دي as a phenomenon to be studied by these kinds of geometries and algebra. ماندلبروت من الحاجات اللي عملها, عمل حاجة بنسميها الماندلبروت سيت. هي صور حلوة أكتر من أي حاجة تانية, ما حدش منكم هيستعمل الماثيماتكس بتاعتها, إنما أساسا والماثيماتكس على فكرة look incredibly simple. أنت شفتوا التلاتة إيكويشنز بتوع لورنس, هوريكم الإيكويشن بتاعت ماندلبروت. أدي كده بيطلع الشكل, الشكل ده بنلاقيه كل ما نشتغل في الفراكتلز يرجع لنا تاني, كل ما نشتغل في الفراكتلز يرجع لنا تاني. زي ما في البروبابيليتي كده الجاوسيان ديستريبيوشن بترجع لكم تاني, زي في الجيومتري القديمة باي ترجع تاني, باي في الاريا اوف سيركل في مش عارف ايه, كل ده بنلاقي باي. في الفراكتلز بنلاقي الماندلبروت سيت يطلع لنا تاني. It's a set that is repetitive and it's very beautiful, it's a recursive set. وبعدين الفراكتلز بقى جنريت a lot of very complex imagery. فأول ناس بقى ايه احتضنوا الفراكتلز دي ما كانوش العلماء. فنانين. الفنانين قالوا واو look at this nifty stuff. وعشان كده لما تيجوا عندي انا بحط الشغل بتاع الفنانين اللي استعملوا الماثيماتكس عشان يطلعوا شيبس وكلرز وبتاع وحاجات لذيذه جدا كده. بس هي مش بس لذيذه, هي مفيده ايضا يعني. ده المهم, هي المهم مش بس كده, لا هي it is طبعا it's very beautiful, ما حدش يقول حاجه. This is the very simple structure of this recursive pattern. في الريزلت بيبقى عنده changing number, تزود عليه fixed number يديك a new result. الريزلت ده becomes changing number, تزود عليه fixed number يطلع وهكذا. ف this is the original Julia set, ادي الايكويشن بتاع جوليا. واكشولي لو الفاليو دي فضلت between 1.5 plus to 1.5 minus it stays as a fixed loop, زي حكايه الشور لاين بتاع انجلترا وجواه confined area. لو اكبر من كده outside these values it explodes وبيطلع رسومات كده زي الرسومات اللي بيعملوها الفنانين دي. ده الاوريجينال جوليا سيتس اهي, and you can see the conclusions بتاعتها. وده الايكويشن بتاعت ماندلبروت. It's actually very simple, it's one line equation. It's a very simple equation. بس بقى لو تبص على الماندلبروت سيت وتعمل زومينج ان هتلاقي complex diagrams, وزوم ان further 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 هتلاقي الماندلبروت سيت تاني. It's infinite in every possible way وفيها complexities كتيره جدا. المهم الكلام ده كله بقوله ايه, مش بس عشان اوريكم صور حلوه, ولكن لانه I think it is very promising in many applications. وهو he tried his hand, ده الاوريجينال الكتاب بتاعه بتاع الفراكتال جيومتري اوف نيتشر, وده اللي كتبه على the misbehavior of markets, بس he passed away just as he was publishing this book here. ف others have had success في الناتشرال فينومينا. فايه ناتشرال فينومينا؟ Incredible applications of very complex problems ما كناش قادرين نحلهم قبل كده, which I think we can right now. The growth pattern of plants, the patterns of flowering, قدرنا نعمل لها simulations بالماثيماتكس of fractals, زي ما وريتكم الشغل بتاع بوب ماي على logistic map which is a form of fractals يعني. The patterns of cracking in the drying earth, patterns دي follow fractal geometry. The structure, the crystalline structure of DNA. The path of lightning, الخط ده, follows a fractal structure. The formation of the snowflakes, طبعا قريبة من الكوخ diagram اللي وريته لكم. The turbulence اللي بتحصل, turbulence is extremely difficult to mathematically work on.
لا التربلنس بالنسبه للتيارات وبالنسبه للحاجات دي والغازات. الانتر ميكسينج اوف جاسز، شوف ذيس از فيري انترستنج، ذيس ار الغاز المتلون بالاخضر والغاز المتلون بالاورنج، when they meet they mix, look what happens. لورنس اتراكتر، بيطلع لورنس اتراكتر تاني. فبنجد الباترنز دي كلها باترنز اوف كوستال ايروجن، اورجانيك كونستراكتس، نيورال نتوركس، ستراكشر اوف نيورونز او فلاورنج او حاجات اورجانيك كتير قوي. الحاجات دي كلها in addition to the general beauty of fractals اللي عاجبه الفنانين بجميع انواعهم، بتؤدي الى ان الفيل ده في حاجات that are really worth thinking about and thinking why. ما دام احنا عندنا very complex social issues ما حدش فكر زي ما فكروا بتوع الايكولوجي وبتوع البيولوجي وبتوع الحاجات دي انهم يستعملوا الماثيماتكس دي، ليه احنا لسه قاعدين مع linear regression وsingle line وبتاع وما حدش بيحاول انه to think about this new area. And I think part of it is that we are still backward in that area. So now we're getting close to the end of our lectures, and I intend, before I give you the assignments, which I will give you after lunch, I intend to give you a little bit of a chance to think. لأن هعمل بقى recapitulation لكل حاجة، بعدين هنوصل إلى ال completion. كله swimming خلاص. Who's thinking that now's the chance؟ أنا سايب وقت مخصوص عشان نقدر نرد على أسئلة دلوقتي قبل ما ناخد البريك بتاعنا. Does anybody feel they are sinking ولا كله swimming؟ شيماء swimming. عاملة لي كده، لا swimming. Swimming. Sinking؟ ليه يا عزيزي؟ إيه يا سارة؟ إيه؟ نتكلم بعد البريك. مين تاني؟ كله سويمنج. طيب كويس. ناو بقى وي ونت، فكروا كده during lunch time because I'm going to wrap up. بعد اللانش هعمل recapitulation و summarization، وبعدين depending on your perspective هعقدكم او inspire you by showing you the work of the masters. لا ده it's really very very impressive work. When I tell you it is very impressive work, I've seen a lot of work all over the world. It's very very impressive work. It's based from Sweden. Hans Roslin was a fantastic guy. It may inspire you to do the same. وبعدين هديكوا assignments. فقبل ما اديكوا assignments, now is the time to know whether it is, because the next and last part is going to be the fun part. بس ايه الاندنج بتاعها هيبقى الاساينمنتس. فقبل عايزين كل واحد يفكر ويفكر كويس. فخلاص ويل تيك ا بريك وهنرجع تاني. حنان هنرجع تاني الساعة كام؟ واحدة ونص هنا ولا الساعة كام؟ قلت له اللي جاي يعني وات؟ لا لا ساعة واحدة ايه الغدا؟ لا ده احنا عندنا وقت دلوقتي مع ناس ما عندهاش أسئلة بقى. طب أنا هقول لكم حاجة، أنتوا فعلا ما عندكوش أسئلة كده؟ محمد أبو شقرة ما عندوش أسئلة؟ عندك سؤال واحد؟ قول يا محمد. دكتور بالنسبة للكيوتيك نيتشر أوف ذا إيكولوجي، أنا مش قادر أفهم. طالما الإيكولوجي is something that we can't really predict، ليه إحنا خايفين من الكلايمت تشينج؟ طالما أنا مش متخيل، أنا ما أقدرش أحكم إمتى هيحصل إيه in the future. أيوه بس the climate change ده زي حكاية جحا على الفرع. I know إن الفرع هيقع. I may not be able to predict إمتى هيتكسر الفرع، بس السياسة دي هتوقعنا. فالسياسه دي هتجيب كاتاستروفي اذا استمرينا بالشكل ده. هتجيب كل علماء العالم دلوقتي بيقول لك لو استمرينا في السياسه اللي احنا فيها دي هتجيب كاتاستروفي. وأوريدي وي هاف بيجان تو سي سم اوف ذا ايفكتس. المودلز بريدكت ان هيحصل ماتش جريتر فاريشن
في الامبليتيود والفريكونسي اوف ويذر ايفنتس، شايفينها في الهاريكينز والدراوتس والفلودز اللي عماله تحصل في كل حته. فبالتالي وي ار سينج ذا بيجينينجز اوف ات. بس وين دو يو جيت ا تيبنج بوينت، وامتى تنهار العمليه، از انذر ستوري، از انذر ستوري. ف ذاتس ذا كيس. طب انا اقول لك حاجه ثانيه بقى، انتوا كلكم كده مع انت عندك سؤال؟ طب جو اهيد. السيميوليشن اللي حصل على الكمبيوترز للناتشرال فينومينا اللي كانت موجوده، عايز اعرف يعني ازاي حصل؟ دخلنا مثلا انبوت لايكويشنز معينه خرجت الشكل ده ولا ايه؟ بيبل ثينك، زي ما قلت الاول، قعدوا يفكروا باترنز دي ايه اللي ممكن يطلع باترنز زي دي، وبعدين ربطوها بحاجات معينه. وان ذا كيس بتاعت بوب ماي اللي عمل الايكويشن اللي وريتها لك دي، he derived انه المالتوزيان ايكويشن واز رونج، يو نيد ا ديفرنت كايند اوف ايكويشن تو بريدكت ذات، وان الايكويشن دي لازم تبقى سسبتبل ان البارامتر اللي بيتحط معاها ده يغيرها. يعني زي ما شفنا في الجوليا سيتس وفي الـ في لما قلت لك البارامتر ده ما بين ماينس 1 اند هاف بلس 1 اند هاف هتفضل كلوزد ايكويشن، لو اكتر من كده اوتسايد اوف ذيس باوندريز هيحصل لها اكسبلوجن، وهتشوفي باترنز مختلفه خالص زي باترنز بتاعت الفنانين دي، دي بتطلع اكسبلودنج ما هيش بتفضل في نفس الباترن. فبوب ماي شاف كده وقال ان انا عشان اطلع الاوبزرف فينومينا انه ساعات بتذبذب بوبوليشن وساعات بيبقى ستيبل وساعات بيبقى مش عارف ايه، يبقى هغير البارامتر ده زي ما بالظبط بيخلي السيستم يفضل كلوزد ان جوليا سيتس او ينفتح، انه ممكن ان السيستم ده ياخد الفينومينا دي. وفعلا عمل له باترن وعمل له موديلنج، والموديلنج ده طلع بالطريقه اللي احنا شفناها دي. فذاتس بارت اوف ثينكينج، وبعدين يعمل فورميليشن، وبعد ما يعمل فورميليشن يابلايز ات ابلكيشن، بتعمل انتربريتيشن للريزلتس وريفاين الثينكينج بتاعه لغايه ما بيوصل للكونكلوجنز اللي وصل لها. That's what we need to do in all we do. Would you like to go straight through to the end? هو اصل هو ايمن ناصح، حس على طول ان في الاساينمنت جاي في الاخر، فلا لا 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 دلوقتي اديني بقى give me a chance to think عشان الحق اسال اسئله قبل ما يبقى الاساينمنت. ليه؟ لا ما هو النص الثاني هو كله، هو محاضره واحده اللي فاضله، هي الانتنشن محاضره واحده. لا 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 على اول لا لا مش هينفع اديكم اساينمنت قبليها. لا لا انا خلاص، احنا تيل يو وات، الساعه دلوقتي 12:30 و5، فالنهارده بدل ما اديكم 1 اور فور لانش هديكم 1 اور اند هاف، وترجعوا هنا ونرجع هنا. بس هنبتدي بقى بريسايسلي ات 2 اوكلوك، بريسايسلي ات 2 اوكلوك هنبتدي، وان شاء الله نقفل قبل 3:30، على 3:30 نكون مقفلين، ميبي سونر كمان. فاديكوا فرصه تفكروا من هنا، وكل واحد بقى لو عنده اي اسئله فرصتكم، لان لما هنعمل الريكابيتوليشن والسميشن هتبقى فرصه ان الواحد يسترجع كل اللي فات. اوكي، يبقى وي تيك بريك ونلتقي تاني اكزاكتلي الساعه 2 بقى، نبتدي بالملي الساعه 2 ونكون مخلصين قبل 3:30 ان شاء الله. اوكي everybody off. ما عندك سؤال ما تسأله من الأول.